ما تستغربش من التايتل اللي انت بتقراه، التجميعه اللي ورايا دي تمنها بيكون نص تمن عربيه فيرنا 2018 بكل حبشتكنتها. بس السؤال هنا، هو انا ايه اللي يخليني احتاج تجميعه زي كده؟ بص بصراحة أنا دورت في الموضوع ده كتير، وبحكم إني اشتغلت فيه فترة كبيرة أقدر أقولك إن التجميعة دي مش للجيمرز أو مش لأي حد عامة. AMD كانت محددة قوي في الموضوع ده لأنها أعلنت عن ثريدريبر وقالت إن البروسيسور دي موجهة للكونتنت كرييتور، وهنا الكونتنت كرييتور يعني مكون المحتوى، الناس اللي بتشتغل على أجهزة الريندر، اللي بتشتغل إيديتنج إنكودنج ستريمينج على 4K، ودول غالبا ما عندهمش اشتراك نت من تي اي داتا. الفئة دي من الأشخاص كانت حكرا فقط لشركة انتل، بس الموضوع اتغير في الفترة الأخيرة وAMD قدرت ترجع بمعمارية زين توازنها للسوق. كده انت عرفت التجميعة دي موجهة لمين. تعال بقى نشوف مواصفاتها. البروسيسور هو AMD Ryzen Threadripper 1950، بيجي ب 16 كور و 32 ثريد، وتردد بيوصل ل 4 جيجا هرتز، وده في الوقت الحالي هو اسرع بروسيسور موجود في المالتي تاسكينج. 2 هو الهوست، ودي هتكون اقوى واعلى واغلى بورد بتقدمها اسوس، هي ROG Zenith Extreme، وما كانش غريب ان AMD تعتمد على البورد دي في ان هي تظهر قوة بروسيسورز AMD Ryzen Threadripper. 3 هيكون الرام، وهنا هتكون جي سكيل ترايدن زد دي دي ار 4 8x8 جيجا بتوتال 64 جيجا بباص 3600. وخليني اقول لك ان الباص العالي في الرامات بيفرق قوي مع AMD في معمارية زين بتاعتها، سواء كان رايزن او رايزن ثريدريبر. الاستورج ديفايس الاساسي هيكون SSD، ومش اي SSD، ده هيكون سامسونج 960 برو بحجم 512 جيجا بايت، معتمد على منفذ M2 بسرعة PCI Express 3x4. ال SSD متركب تحت الهيت سينك بتاع التشيبسيت X399 في المذر بورد، وده لسببين. السبب الاول ان البورت ده اللي هو M2 متوصل مع التشيبسيت وبعد كده للبروسيسور. السبب الثاني هيكون ان الهيت سينك بيقلل من الثروتلينج اللي بيحصل لل SSD بسبب السرعات العاليه. سرعة عالية يعني درجة حرارة عالية، فده هيقلل من درجة حرارة الـ SSD حوالي 40 درجة، و20 درجة يقلل من الـ M2 Shield اللي بتوفره جيجا بايت في البورد بتاعتها. كارت الشاشة هو أقوى كارت بتقدمه انفيديا، GeForce GTX 1080 Ti من Asus ROG Strix، بتبريد ماكس كونتاكت ومراوح سايلنت لحد ما يوصل درجة حرارة الـ GPU 55 درجة. الباور، وده يعتبر آخر باور أنت ممكن تشتريه لأي PC، هو كولر ماستر وات ميكر 1200 MIG 1200 وات تايتانيوم، مكونات يابانية بالكامل من شركة ماروتا. الباور ده ضمانه 10 سنين. الكولر هيكون ليكويد ثيرمال تيك فلورينج 360 بحجم 360 مليمتر، وثلاث فانات، كل فانة قطرها بيكون حوالي 120 مليمتر. اخيرا وليس اخيرا الكيس، وهتكون احدث كيس بتقدمها كولر ماستر، وهي كوزموس C700P فول تاور بدعم الاكستندد ATX مادر بورد. ودي كانت مواصفات الجهاز. تعال نشوف اداء الجهاز في المالتي تاسكينج والجيمينج على الترا اتش دي. نطلع بقى آلة حاسبة ونحسب مع بعض تكلفة الجهاز لكل قطعة. البروسيسور سعره $920، البوردة سعرها $520، الرامات 1064، كل كيت رامات $532، الكارت هيكون سعره $800، الـ SSD سعره $290، الباور $1000، وده أغلى باور سبلاي أنت ممكن تشتريه، الكولر $200، الكيس $300، يعني توتال $5094، ما يقارب من 18700 درهم اماراتي، حوالي 19100 ريال سعودي، و 90000 جنيه مصري. بس ما تستغربش من الارقام اللي انت بتسمعها مني، زي ما قلت لك ان جهاز زي كده مش موجه لاي حد، وابراهيم جاي علينا زي ما احنا شايفين. موجه للكونتنت كرييتور، ودول الناس اللي غالبا الثانيه بتفرق معاهم جدا، عشان كده بيلجأوا الاجهزه بالشكل ده
تديهم بروسيسنج باور عالي جدا. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا اللي بنقدم فيها الوحش اللي ورايا دوت. اتمنى ان هي تكون عجبتكم. ما تنساش تعمل لنا لايك لو عجبتك الحلقه، وسبسكرايب لقناه عرب هاردوير، وتحت شاركونا بارائكم في التعليقات، واستنونا في الفيديو الجاي.